عدم المؤاخذة، وأيضا يترتب عليها ماذا؟ الثواب، مكان العقاب. أما العفو نقول عفت الريح، العفو هو الإزالة والمحو، لكن ليس فيه ترتب للثواب. ولذلك المغفرة ربطت بالله عز وجل، فنقول غفر الله لك، لكن ما تقول غفر فلان لك، لكن ممكن تقول عفا فلان عنك، يعني لم يؤاخذك بما فعلت وسامحك في هذا الأمر، لكن ليس شرطا أنه أن يكون راضيا، ليس شرطا أن يكون راضيا فيما سامحك فيه. فلذلك هذا هو الأقرب، أن المغفرة أخص من العفو، فالمغفرة ستر وتجاوز وعدم مؤاخذة وترتب.